السلام عليكم البنات، ان شاء الله ديما تكون نديرها على الجهة اللي تجي حرشة ماشي ملزة، نحطوها فوق السيرفيات هذيك. هنايا درت بطاطا بعد ما كنت غليتها، من بعد درت لها مغرف كبيرة تاع زبدة، معد نص مقطع، نحبه مقطع في البطاطا، ما نحبش نديرو طبقة وحده، ملح وفلفل اسود. نحط البطاطا كطبقة اولى من هكذا، نطرحها مليح بالفرشيطة بهذا الشكل. كاين يعني بعض المحلات سمعت يعني هكا معلومة بلي هما يديروا البطاطا يديروها بالبغاميكسر، يعني تجي القوام تاعها كريمي، بصح انا نحب نهرسها خير هذيك الآلة اليدوية اللي يهرسوا بها البطاطا. هنايا ضفت البصل كطبقة تانية، وهنايا لحم مرحي كنت قليته مع ملح فلفل اسود قزبر والثوم. هنا عندي زيتون مقطع، وبطبيعة الحال الجبن اللي هو يعني يمد قروعة في البريك. اذا ها هو الان راح نديره فتحة في وسط هذا الخليط بهذا الشكل، باش نحطو البيضة، يعني باش البيضة تحكم بلاصتها في وسط الخليط، وهذاك الصفار يعني يجي في الوسط قد نملحوها ونفلفلوها بهذا الشكل. نديروا الهريسة، يعني هذه الهريسة اختيارية اللي يحب الحار يديرو، ونغلقوها هكا فقط بالعقل بلا ما نضغطو. على قلت لكم نديروا لا سيرفييت، راح تخليكم يعني تهزوا الحبه تاعكم تاع البريك بكل سهوله باش تقليوها. طريقه القلي هنا، شوفوا الطريقه اللي نعتمدها انا سهله جدا بلا يعني ما تتحرقوا. كنت ديجا قليت حبات، وباش نلقى روحي اعلى في التصوير خليت هذه الحبه الاخرى باش نقليها معاكم. اذا انا حطيت الحبه تاعي فوق هذه السباتيول العريضه، وحطيتها ديريكتومون، حطيت يعني السباتيول بالذات حطيتها في المقله. والان راح نبدا نحط الزيت، نصب الزيت على البريك تاعي كيما هاك. نتوما اذا حبيتوا البيضه تاعكم تكون مروبه ما تخليوهاش تطيب مليح، يعني حوالي 3 دقائق جست تتحمر ونحيوها. اذا هنايا راح نقلبها بهذا الشكل ونخليها تتحمر. نقوم معاكم كما راكم تشوفوا يجي بزاف مقرمش. وها هي البيضه مروبه، ها هي كما راكم تلاحظوا هنايا، يعني ما خليتهاش، خديت وقت بزاف في الطياب، حوالي 3 دقائق نحيته. ها هو البريك نتاعي نهار اليوم. اذا عجبكم ديروا لي شير في الفيديو، واشتركوا في قناتي باش يوصلكم كل جديد من الاطباق المتنوعه والمتميزه ان شاء الله. هنايا كاين ناس اللي ميحبوش حتى يديروا بيضه كامله، يعني يحبوا يخلطوا البيض ويحطوه فوق البوراق كيما حبيتوا. هنايا عطيتكم يعني تقدروا تقولوا لا غوسيت فيها كلك هكا ديزاستيس باش تديهم ممكن يفيدوكم، بصح تاكدوا يعني طريقتي هذه اللي درتها بزاف يا بنينه، وكون تجربوها راح تعجبكم بزاف بزاف. اذا هذا هو فيديو نتاع اليوم، نلتقي في فيديو لاحق. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.